ضرب واعتداء جماعي على أحد مشاهير التيك توك. رسمياً أحمد السالم يعلن طلاقه من ملكة كابلي. مدرعم يسيء لمحمد السكران أثناء مقابلة تلفزيونية. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا، فاضين؟ ما عندنا إلا هالكوبلز ومسلسلاتهم. مين اتصل ومين انفصل؟ ها ملكة كابلي، العالم العربي على أحر من جمر، يبي يعرف إيش آخر مستجداتك مع أحمد السالم. انفصلت ولا لا؟ حاليا الى الان ما صار انفصال رسميا، بس انا طالب الانفصال لي شهرين، بس الطرف الثاني رافض، فعشان كذا الى الان ما صار الانفصال. هذا اول شيء. اوف يا احمد، حتى اسمك ما تبي تقوله، بالله ترضاها مسميتك الطرف الثاني ولا، وفوقها تقول انه انت اللي مو براضي تنفصل. قوية 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 قوية. لو اني مكانك ما اقبلها، ضروري تطلع توضح للعالم العربي. انا بداية شهرين اول يوم طلعت فيه من البيت انا طلقت. شلون انا اعرف الطلاق كلمة؟ اهم شيء الكلمة، بعدين تجي الاوراق. سبحان الله، الطرف الثاني كان استفزاز باستفزاز. طيب يا الطرف الثاني، عندك كلمة اخيرة تبي توجهها؟ فلنفرض سويت اكبر غلط بالعالم بيني وبينك، ليش يطلع السوشيال ميديا؟ لا يا شيخ. بعد ذا كله تقول المفروض ما يطلع في السوشيال ميديا؟ ما كان من الأول يا جماعة. نصيحة قاعد نزود، إذا كانت بينك وبين شخص عشق، يلا بس يلا، بعد تنصح المتزوجين؟ تكفون، اتركوا المتزوجين بحالهم. فيه شخصيات كثير في السوشيال ميديا تبي تكون مشهورة وفي نفس الوقت تكون محبوبة بين الناس ولها شعبية، وفيه شخصيات مو فارق معها، محبوبة، مكروهة، مستفزة، مو مهم، أهم شيء يكونون مشاهير. نعطيكم مثال، مشهور تيك توك جستر. بفرض وجودي بكبرياء. جستر من المشاهير اللي لما تفتح تشوف التعليقات عليه في السوشيال ميديا حتلاقي بأنه كثير كارهينه بسبب حركاته. مو بس كذا، إلا فوقها البعض تجرأ وتعدى مرحلة التعبير عن كرهه من خلال التعليق في السوشيال ميديا إلى مرحلة التنمر، بل الاعتداء على أرض الواقع. جستر خلال السنة هذه فقط تعرض لسلسلة اعتداءات بدأت بالاعتداء اللفظي. لقينا جستر، اخبارك؟ اقول كل زوج حبيبي والله. تسلم. الموضوع ما وقف لهنا، المقطع اللي قبل شوي انتشر في بداية السنة هذه، بعدها بشهور انتشر مقطع ثاني تطور فيه الاعتداء من كونه لفظي فقط إلى تجمهر وتخويف وتهديد. بيتا 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 ماما، أبي بابا ماما، أبي رضاعة. برضو الموضوع ما وقف لهنا، قبل أيام انتشر مقطع جديد يقال بأنه لجستر أثناء تعرضه للاعتداء الجسدي والضرب أمام الجميع في مكان عام. طبعا كل هالمواقف اللي عرضناها مرفوضة تماما، مو بس مرفوضة إلا قمة الانحطاط. مهما كان حجم الشيء السلبي اللي مو بعاجبك بالسوشيال ميديا، انتقد يا عمي زي ما تبي، لكن مسألة انه الموضوع ينتقل للاعتداء على ارض الواقع هنا خط احمر. الدنيا مو فوضى، بالاخير احنا بشر، تحكمنا انسانيتنا قبل كل شيء. ولا شك بأنه هالتصرفات تبقى تصرفات فردية تمثل أصحابها، ولا شك برضو بأنه ستتم المحاسبة القانونية لكل من يتعدى. على فكرة حتى لو كنت تقدم أحسن محتوى، لا مفر ولا مهرب من بعض المدرعمين. وأكبر مثال محمد السكران اللي أثبت أنه مو بس شاعر إلا فوقها حكيم،
شوفوا كيف تعامل مع مدرعم أساء له أثناء مقابلة تلفزيونية، حول الإساءة البشعة إلى درس جميل. عن أي حالة ممكن أسقط فيها زياد؟ بإذن الله، بإذن الله أنه يكسحني ويفوز. تفطي ما سقط زياد يا الصاحي يا حمد الصاحي، والله تفطي ما سقط زياد هذا ولد حجاب بن حميد اللي اعتق الرقاب واعتق هذا ولد حجاب بن حميد راعي المرجلة وراعي العلم الطيب اللي اي بالله الصاحي ولا فيه نكران ولاني من اللي للمخاليق تكره، خذ سمع اللي يجهل فعول سكران كيف ان حتى فيه للهرج سكرة. صح لسانك يا عايشة الجبالي. وباختصار الترفع عن بعض الردود اكرام للنفس. وزير الثقافة الامير بدر بن فرحان، شكرا شكرا على البث المباشر اللي استضفته في حسابك على الانستغرام، لانك استضفت اكثر اثنين يلعبون في مشاعرنا لعب، السندباد راشد الماجد والبرنس ماجد المهندس، وهالمرة انقلب السحر على الساحر، راشد مثل ما يلعب بمشاعرنا لعب بمشاعره وما قدر يتمالك نفسه وأعصابه لما غنى ماجد أغنية تحبك روحي. رضاك زاعل الدنيا عشان الشريف وعلى جمر الدلال تفوح بنت قهوة المحبة وجمرة غادة تفيد يا الله في العلا في العلا في أحس يا زينك يا ابو طلال، اتوقع انك تمثلنا كلنا واحنا نسمع اغانيكم، وان شاء الله على موعدنا بنتقهوى سوا في العلا. صوتك مو بحلو بس تحب تغني مع نفسك او حتى وانت جالس مع اخوياك، ابسط حقوقك، لا حد يحرمك حقك الا الحقوق يا جماعه. مو معقول تكون جالس مع اخوياك تدندن مبسوط ويسكتونك، خير مين قال ان الموضوع حكر على اللي صوتهم حلو؟ ولكن لكل قاعدة شواذ، يعني صوتك مو بحلو شيء وصوتك مزعج لا يحتمل شيء آخر. اسمع صوت العندليب، اسمع صوت العندليب. احنا ناطرين ايش تعصبين مليالي دهراب، انت خليتي فيها عندليب. ما راح اعلق خلاص لانه الممثلة طيف طلعت حرتنا كلنا. وهذه كانت اخبار المشاهير والسوشيال ميديا، لا تنسون تشتركون في برنامجنا وتفعلون التنبيهات وتسوون فولو لسماشي، ونشوفكم كالعادة كل اثنين وخميس الساعة 9 في توقيت السعودية.